تاع اللاعبين خاصه اللاعب الصربي بالفعل ولكن تفكر بالتسجيل يعني سكروبيك نيمانيا متعلق في بدايه هذه المباراه والهدف الخامس لفائده فريق البوليفيه. اللاعب الصربي عنده امكانيات كبيره ويمكن له انه يسجل في اي وقت وفي الوقت اللي بغاه هو. نعم لاحظوا ارتقاء ممتاز وكره جميله يتوجه نهض طنجه. اكيد الدوري هذا الموسم كنعتبر من غادي يكون صعب بالفعل بكل صراحة. نعم. هدف جميل هدف سكروبيك نيمانيا من جديد لاعب صربي يعني إمكانيات كبيرة بكل صراحة. قلت سي هشام أن الدوري هذا الموسم أنا شفت بعض المقابلات تاع الشوط فعل إسماعيل رزيق من جديد محاولة التمرير البحث عن الحلول حكم ديما علاش الخطا والهدف هدف جميل بواسطه اللاعب الصربي امامنا سكوربيك نيمانيا. علاش قلنا للسي هشام اللاعب الاجانب كيعطوا اضافه للبطوله. لاحظنا الطريقه باش سجل هذا اللاعب الصربي الهدف التيرا مستوى ديالو كيتحسن دوره بعد اخرى. هذه فرصه والهدف اذا الهدف الثاني بواسطه الرزيق الى تومبوريزي باش الهجمه ما تمشيش طايحه تكون محاوله منظمه ودائما فرصه اسماعيل كيتفكر بالتسجيل اكزاكتومون. داك الشيء اللي الان رئيس الفريق سي محمد محب كيطمح له وكذلك نقدر نقول بحكم يعني تواجدي بمدينه وجده قريب هدف جميل بالفعل. ففريق ففريق مولدية الوجدية لقي دعم كل صراحة من الجهات المانحة لا مجلس الشرق لا مجلس الجهة مجلس العمالة ما كتحسمش إلا في الدقيقة الأخيرة. خطأ لفائدة فريق المولدية الوجدية بواسطة لاعب نيمانيا لاعب الصربي مريرة جميلة من اللاعب الصربي. والحكم كيف لحظة نتيجة المباراة هل يتم استثمار هذه المحاولة كانت تمريرة خاطئة أصبح الآن مرتد هجومي لفائدة فريق المولدية الوجدية ممتاز يعني نيمانيا سكروبيك لاعب الصربي سجل الهدف واستطاع أنه يخلي اللاعب الخصم يخرج بدقيقتين كانت بعد ما كان فريق مولودية وجدة يعني منتصر بستة الأهداف كفريق صدق أن تمريرة جميلة من اللاعب الصربي إلى راحة السي هشام. نعم يعني تقنية بالفعل كي عطي الكرة لطارق عويمر اللي تمكن من الدخول ووضع الكرة بشكل جيد بريمي بوتو. والآن أصبح الفارق جوج الأهداف لفائدة فريق نهضة طنجة. كانت تسديدة قوية باقي 7 دقائق على نهاية المقابلة. تمرير 15-12 لصالح المولودية. اوي 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 قذفة صاروخية من عند الصربي. وهدف اللاعب الصربي المحترف في صفوف مولودية بكار بركبته كاع